ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنشتغل على أول يوم من أيام الكورس بتاعنا. تمام؟ النهاردة أنا هبدأ معاك بداية هي ممكن تكون بداية نظري شوية، بس ده الأساس اللي هنشتغل عليه بعد كده. تمام؟ في جزء منه طبعا هسيبه الكورس الكلية بتاع البايو انفورماتيكس، وفي كورس تاني المفروض العملي بتاعنا أو بتاع الكورس ده. تمام؟ فأي وقت حضرتك حسيت إن الموضوع صعب توقفني وتسألني، مفيش مشكلة. محدش يبعت على الشات شوية، ممكن بس يبعت لي صوت عشان أنا عاملة فول سكرين، تمام، مش هيكون في إيد الموبايل. فإلى حد ما لو هنفترض إن أنت مش عاوز تعمل لي انتربت عشان التسجيل، عشان ده هيتسجل بعد كده وهيبقى على اليوتيوب والناس كلها تشوفه، فخلاص احنا ممكن نتفق على اتفاق بعد كل سلايدز انا هسأل تمام ولا لا، وبالتالي هروح للي وراها، فلو في مشكلة هقفيها او حضرتك توقفني فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم يعني ايه دي ان ايه سيكوانسينج، او يعني ايه سيكوانسينج، وايه هي السيكوانسينج تكنولوجي، وايه هي الاجهزة اللي موجودة في السوق حاليا. تمام؟ هنعرف ايه الفرق ما بين البايو انفورماتكس والميديكال انفورماتكس والبايوميديكال انفورماتكس والبايوتكنولوجي. تمام؟ هنشوف ازاي نبقى up to date في الفيلد اللي اسمه بايو انفورماتكس، ازاي نكون على علم بكل حاجة جديدة في المجال ده. تمام؟ وهنعرف البايو انفورماتكس كارير ان ايجيبت، اللي هي الناس محل تساؤل، او انتوا عموما كلكم محل تساؤل، بتخشوا الكلية يتقال لكم المجال ده مش موجود في مصر، او المجال ده لسه هيبتدي. لا، فعليا المجال متواجد، بس المفروض ان هو متواجد في مناطق القوى العظمى اللي هي اسكندرية والقاهرة. تمام؟ وفي طريقه بقى انه هيكون على مستوى مصر كلها، بس اكيد لما تخش بقى البرسوناليزد ميديسن في كل مستشفى في مصر. واتفقنا المرة اللي فاتت يعني ايه personalized medicine. الست اب working environment اللي هو الفيرشوال ماشين الخاصة باللينكس، طبعا انا بعت لكم الخطوات بس انا هعملها معاكم النهاردة تاني، بحيث في ناس بعتت لي ان في مشاكل. الجروب اللي فات يعني الجروب بتاع امبارح ما خدناش الباقي، فستيل على حسب برضو استيعابكم، وفي اي وقت تمام نقول stop. طيب، اول حاجة لازم حضرتك تكون عارف ايه البايو انفورماتكس رود، ايه البايو انفورماتكس بايبلاين، ايه الخطوات اللي اي بايو انفورماتكس بايبلاين بيتبعها، او ايه لو انا عاوز اشتغل بايو انفورماتكس دلوقتي اكسبكتد ان انا همشي الطريق ده ازاي. اول حاجة عشان تشتغل بايو انفورماتكس لازم يكون معاك ريسيرش كويستشنز، او يكون معاك مشكله بتحاول تحلها. المشكله بتاعتي ان انا عاوز اشخص المريض ده مثلا عنده كانسر ولا لا، المشكله بتاعتي عاوز اعرف ايه الفرق، او ايه الاختلاف، وايه اوجه التشابه بين الجينوم بتاعي والجينوم بتاع زميلي، او لما يكون عندي اتنين انسكت حشرتين مختلفتين عاوز اشوف ايه اوجه التشابه الجيني والاختلاف الجيني بين الحشرتين دول، لما يكون عندي مريض عاوز اعمل اناليسز للجينوم بتاعه عشان اعرف المرض اللي عنده ده غير في انهي حتة في الدي ان ايه. يبقى أنا في الأول ما ينفعش أشتغل بايو انفورماتكس أصلاً وأنا مش معايا ريسيرش كويستشن، أو معايا مشكلة أنا بدور على حلها. يبقى أنا قدامي دلوقتي مشكلة، المشكلة مثلاً إن أنا عندي شخص مريض دلوقتي بمرض غريب، وليكن مثلاً مرض إكس ظهر، وأنا محتاجة أشوف المرض إكس ده اللي أنا مش عارف حله إيه غير في التركيب الجيني بتاع الشخص. اي بايو انفورماتكس بايبلاين بيبدا بحاجه اسمها سامبل بريبريشن، وبالتالي انا دلوقتي لو انا عاوز اعمل اناليسز للجينوم بتاع ساره
يبقى أنا محتاجة أخد عينة من سارة. العينة دي ممكن تكون blood sample، ممكن تكون حتة من شعرها، ممكن تكون حتة من السلايفة من اللعاب، ممكن يكون حتة أكرمكم الله من المخرجات بتاعتها. فأنا فعليا محتاجة حاجة من سارة تكون هي السامبل أو الجايد بتاعي اللي هيديني الداتا اللي بناء عليه هبدأ أشتغل بعد كده شغلي as a bioinformatician. فأول حاجة هيكون عندي حاجة اسمها سامبل بريبريشن. سامبل بريبريشن معناها البلاد سامبل اللي أنا هاخدها من سارة دي أنا عاوزة إيه من البلاد؟ عاوزة أعمل ايزوليشن للدي إن إيه. لو أنا هدفي إن أنا أحسن منتج الفراولة فأنا عاوزة أدرس الجينوم بتاع الفراولة، فأنا هاخد الفراولاية هعمل إكستراكشن للدي إن إيه بتاع الفراولاية، وبعدين أعمل أناليسز للجينوم بتاع الفراولة، وبعدين أبدأ ألعب فيه وأعدل فيه وراثيا. فستيل أول حاجة محتاجة يكون معايا سامبل. السامبل ده زي ما اتفقت ممكن يكون حتة من النبات، حتة دمك، عينة بسيطة من الدم. طبعا الدم فيه مكونات كتيرة جدا، فأنا بعمل حاجة اسمها DNA isolation أو DNA extraction. طيب بعد ما عملت DNA extraction بجهز السامبل اللي عندي بطريقة معينة، بعمل حاجة اسمها DNA library preparation عشان احطها في جهاز، الجهاز ده اسمه sequencing machine. تاني السيكوانسنج ماشين ده جهاز، الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيقرأ الدي ان ايه، بيقرأ الدي ان ايه، ممكن يقرأ ار ان ايه على حسب العينة بقى اللي انا احطها، احط له دي ان ايه ولا احط له ار ان ايه. فالفكرة، الفكرة ان هو جهاز قادر ان هو يطلع لك الجينوم بتاعك، قادر ان هو يطلع لك الليترز الـ A والـ C والـ T والـ G اللي جواك. بناء على ايه؟ ان انا خدت البلاد سامبل طلعت منها الـ DNA، بعد ما طلعت الـ DNA عملت عملية على الـ DNA، جهزته بطريقة معينة. يعني ايه جهزته بطريقة معينة؟ يعني حملت عليه شوية chemical reactions عشان السيكوانسنج ماشين دي تقدر تقراه. بعد ما عملت DNA extraction أو isolation وبعدين DNA library preparation، هحط DNA library preparation دي يعني بعد ما عملت تعديل، مش تعديل بقى، بعد ما جهزت اللايبراري بتاع DNA هروح حطاها في السيكوانسنج ماشين. بعد ما حطها في السيكوانسنج ماشين المفروض السيكوانسنج ماشين دي هتاخد وقت على ما تقرأ الجينوم بتاعي، وبعدين تطلع لي الجينوم بتاعي في شكل ملفات. الملفات دي اسمها sequencing reads. sequencing reads تمام. المفروض بعد كده هيبدأ شغلي as a bioinformatician ان انا اخد الملفات بتاع sequencing machine دي وابدأ اشتغل عليها، اشتغل عليها. يعني ايه؟ اعمل برامج تقرأ الملفات دي، تعمل سيرش على حاجة معينة جوه الملفات دي، اعمل عليها بروسيسنج واناليسس. البرامج دي نوعين، ممكن تكون برامج جاهزة موجودة اصلا في المجال، فانت كل اللي بتعمله انك بتاخد الملفات دي وتشغل وتتعلم التول ازاي تستخدمها وتشغل التول عليها، او حل تاني ان انت ما تلاقيش برنامج يعمل الحاجة اللي انت عاوز تعملها على الفايل، فهتضطر ان انت تكود التول بتاعتك. عشان كده السؤال بتاع المرة اللي فاتت، البايو انفورماتيشن ممكن يكون يوزر وممكن يكون ديفلوبر؟ لازم يكون الاثنين. حاجة مغلوطة، لازم نركز كده، حاجة مغلوطة. البايو انفورماتيك سرود بيبدأ من السامبل بريبريشن وينتهي بالبايو انفورماتيكس اناليسيز. البايو انفورماتيشن وظيفته بس يعمل بايو انفورماتكس اناليسيس. لو وظيفتي از بايو انفورماتيشن ان انا اعمل دي ان اي ايزوليشن، لو وظيفتي از بايو انفورماتيشن ان انا اعمل دي ان اي لايبراري بريبريشن، لو وظيفتي ان انا از بايو انفورماتيشن اعمل سيكوانسنج.
أمال مين اللي مسؤول إن هو يعمل sample preparation، مسؤول إن هو يعمل DNA library preparation، مسؤول إن هو يعمل sequencing؟ حاجة اسمها molecular biologist، صديق البيوإنفورماتيشن الصدوق واحد اسمه molecular biologist. ده واحد دارس كيمياء كويس جدا، لأنه هيقدر بعد كده يعمل التفاعلات الكيميائية عشان يعمل DNA isolation ويعمل بعد كده DNA library preparation. تمام؟ فواحد فاهم كيمياء كويس، biochemistry كويس، وواحد فاهم بيولوجي كويس جدا. شغله كله بينتهي ان هو بعد ما يخلص عملية السيكوانسنج يسلم لك الملفات. بداية شغلي as a bioinformatician ان انا اخد الملفات دي وابدأ اشتغل عليها، يا يعمل run للتول اللي موجودة في السوق، يا اما انا اعمل التولز بتاعتي. هل ممكن bioinformatician يبدأ الطريق من اوله؟ طبعا تمام، بس غالبا اللي بيعمل كده بيكون اصله مولكيولار بيولوجيست. يعني هو مولكيولار بيولوجيست فضامن شغل البيولوجي والكيمياء، وبالتالي كل اللي تعلمه برمجة، فبالتالي بدأ يعمل شغل البيو انفورماتكس. هل ممكن أنا ككمبيوتر ساينس طالب أبدأ الرود من أوله؟ تمام، بس أنت هتحتاج تشتغل على نفسك قوي في البيولوجي والبيو كيمستري. تمام؟ فلو جيت بصيت وسألتني أنا كسارة هعرف عارف الطريق من أوله؟ لا. عارف ليه برضو؟ لأني مهما خدت كورسات ومهما أكون عالمة بحاجة، طالما أنا ما اشتغلتش بإيدي يبقى أنا برضو أكون صفر فيه. من الآخر، طالما خدت كورسات، يعني أنا ممكن أخد كورسات أونلاين في الموليكولار بيولوجي، ممكن هوريكم بعد شوية فيديوهات إلى حد ما هتدينا الفيلينج بتاع الكمبيوتيشنال بيولوجي. بس فعليا هل أنا كسارة أقدر أقول على نفسي موليكولار بيولوجيست؟ لا. ليه؟ عشان انا ما عملتش الشغل بايدي. يعني انا ما حصلش ان انا عملت DNA extraction بايدي، ما حصلش ان انا عملت DNA library preparation بايدي، ما حصلش ان انا شغلت sequencing machine بايدي. غالبا السيكوينسينج ماشين مش هتحتاج قوي الشغل ده، لان هو بس هيحتاج واحد عارف يشتغل على الجهاز. لكن فعليا انت بتجهز الداتا للسيكوينسينج ماشين، يعني بتجهز اللايبراري بريبريشن او الدي ان ايه للسيكوينسينج ماشين. فمعنى ان انت تجهزه، فانت محتاج تكون عارف التفاعلات شويه، عارف هتحط انزيم ايه على ايه، عارف ان هتحط بالظبط نسبه قد ايه، هتسخن المركب لقد ايه، وبالتالي تكون عارف برضو كل الاجهزه اللي هتعمل ده. تمام؟ عشان بس نكون بادئين الرود من اوله. ده تمام؟ طالما ما حدش اتكلم في المايك فانا هعتبر تمام، وهروح للسلايدز اللي وراه. خلاص؟ تمام. اول بقى حاجة انا هشرح من فوق عن السامبل بريبريشن، وهشرح من فوق عن السيكوانسينج ماشين، والمفروض الديتيلز بتاعتنا بقى في البايو انفورماتيكس. تمام؟ طيب بصوا كده، وانا ليه هشرح لكم من فوق السامبل بريبريشن والسيكوانسينج ماشين؟ عشان انا يهمني انكم تكونوا فاهمين حاجة عن كل حاجة، وفي نفس الوقت برضو عشان بعد كده لما نيجي نشتغل شوية تولز في البايو انفورماتيكس، هقولك التول دي معمولة عشان كانت تحل مشكلة الدي ان اي سيكوانسينج لايبراري بريبريشن. فانت ممكن حتى انت از بايو انفورماتيشن لو ظهرت مشكلة للموليكولار بيولوجيست، تمام، في حتة الدي ان اي سيكوانسينج لايبراري بريبريشن، يعني هو عمل لك لايبراري بريبريشن ومثلا حصلت مشكلة، انت ممكن از بايو انفورماتيشن وانت بتعمل التول وانت بتعمل اناليسز على الداتا اللي طالعة، تكون حاطط في بالك المشكلة اللي اصلا ظهرت للموليكولار بيولوجيست، فانت بتتفاداها وانت بتعمل اناليسز للداتا. بصوا كده، بيقول لي انا عندي الدي ان ايه، بعمل له ايزوليشن او بعمل له اكستراكشن. وغالبا برضو لما هتدوروا على النت في الفيديوهات هتلاقوا في الاول ان الدي ان ايه دبل استراندد، بسخنه لدرجه حراره معينه عشان يبقى سنجل استراندد وهكذا، يعني الطريقه دي. وهتشوفوا بقى تسخين وتبريد، وفي نفس الوقت اضافه مركبات واضافه انزيمز والحاجات دي، زي ما قلت لكم شغل شويه بايوكيمستري. تمام؟ طيب عملت ايزوليشن للدي ان اي، بعد كده هقطع الدي ان اي انتو سمول فراجمنتس.
التقطيع ده بيتم بواسطة physical devices، devices بتعمل كده، أو بواسطة enzymes هي اللي بتكسر لي الـ DNA. وركز في الحتة دي قوي. ليه بقى؟ لأن أنت as a human الجينوم بتاعك 3.5 بليون حرف. لحد دلوقتي في 2020 مفيش سيكوانسنج ماشين تقدر تطلع الجينوم كله على بعضه حتة واحدة. يعني ما تقدرش تطلع لك في الملف الواحد 3.5 بليون حرف ورا بعضهم ان سيكوانس كده as a whole genome. أمال السيكوانسنج ماشين اللي موجودة لحد 2020 بتطلع لك الجينوم حتت. يعني لو أنا 3.5 بليون حرف والماشين قدرتها إنها تقرأ لي 300 حرف في المرة الواحدة، يبقى هتطلع لي 3.5 مليون، أي 3.5 بليون حرف على مثلا 100 مليون حتة، كل حتة طولها 300 حرف. ليه كده؟ عشان أصلا دي لحد دلوقتي مفيش ماشين قادرين يتوصلوها إنها تقدر تقرأ الجينوم كله مرة واحدة في سطر واحد يعني ملف فيه الجينوم كله حتة واحدة على بعضه مرة واحدة. فخطوة الـ DNA fragmentation لازم تتعمل عشان أصلا الماشينز اللي موجودة مش بتعرف تقرأه مرة واحدة، فبتقسم الـ DNA حتت. يبقى خطوة الـ DNA fragmentation بتقسم الـ DNA حتت، تمام؟ طيب في ماشين ممكن تقرأ لك حتت كل حتة طولها 300 حرف، في ماشين ممكن تقرأ لك حتت كل حتة 10,000 حرف، في ماشين ممكن تقرأ لك حتت كل حتة طولها 100,000 حرف. طب في رأيكم أنه الأحسن؟ الماشين اللي هتقرأ لي كل حتة من الجينوم 300، ولا كل حتة من الجينوم 10,000، ولا كل حتة من الجينوم 100,000؟ انتوا معايا؟ انتوا معايا؟ شباب؟ 100,000 عشان الوقت. برافو عليك، برافو عليك. البشمهندسة بتقول لي، ثواني، البشمهندسة بتقول لي متهيأ لي 100,000 أحسن، صح؟ يعني معناها كل ما زادت الحتة يا بشمهندسة كل ما كان أحسن، لأن كده معناها كل ما قدرت أقرأ حتة أكبر من الجينوم، تمام؟ تخيل كده، تخيل كده إن أنا قلت لك الماشين بتقرأ لي الدي إن إيه حتت كل حتة ليها طول معين، بس الماشين لما تقرأ لك الحتة، يعني مثلا لو هي بتقرأ الحتة طولها 300، يبقى هي هتقرأ لك الجينوم كله 300. لو هي هتقرأ لك 100,000، يبقى هي هتقرأ لك الجينوم كله 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000. كل حتة من دول أنا بسميها read. فلما تسمع في البايو انفورماتكس فيلد كلمة sequencing read، أقصد بيه الحتة الزرقاء اللي انتوا شايفينها دي. الحتة الزرقاء دي معناها read، اللي هي حتة من الـ DNA بتاعك. لما أقولك يعني إيه read length، طول الحتة الزرقاء دي، طول الحتة الزرقاء دي. فمثلا عندي sequencing machine الـ read length بتاعها 300، يعني هي تقدر تقرأ حتة طولها 300. في ماشين تقدر تقرأ لي حتة طولها 10,000، يبقى معنى كده الماشين تقدر تقرأ لي حتة طولها أو ريد طوله 10,000. السيكوانسنج ريد والسيكوانسنج ريد لينث نخلينا فاهمين، لأن كل سيكوانسنج ماشين هتختلف عن التانية في شوية مميزات وشوية عيوب. مثلا في ماشين هتقرأ 300، في ماشين هتقرأ 10,000، في ماشين هتقرأ 100,000. طيب يبقى أول حاجة عملنا isolation للـ DNA، بعدين عملنا له fragmentation فإحنا قطعناه، بعدين هنضيف حاجة
اسمها adapter sequencing. ايه adapter sequencing؟ ده دي ان اي سيكونس برضو بس جينيتيكالي انجينيرد في المعمل، يعني مصنع كيميائيا في المعمل، تمام، ومعمول عشان يرتبط بكل حتة من الدي ان اي فراجمنت من اليمين والشمال. بصوا كده الخطوة رقم 3، كل حتة من الزرقة دي اللي هي انا سميتها سيكوانسنج ريد ارتبط فيها من اليمين ومن الشمال حاجة اسمها سيكوانسنج ادابترز. سيكوانسنج ادابترز هو عبارة عن دي ان اي سيكونس جينيتيكالي انجينير مصنع في المعمل، معروف مسبقا السيكونس بتاعه، علامة ماركرز كده بيرتبط بالحتة اللي أنا عاوز أقراها من اليمين ومن الشمال، علما بأن السيكونسنج أدابترز ماشين سبيسيفيك، يعني حاجة تبع السيكونسنج ماشين، يعني كل سيكونسنج ماشين ليها سيكونسنج أدابترز خاصة بيها، وهدف السيكونسنج أدابترز إنها علامة تساعد الماشين إنها تقرأ الدي إن إيه فراجمنت. يعني من الآخر أول ما هتشوف الحتة البرتقانية دي هتعرف إن ده بداية الفراجمنت، بعدين هتبدأ تقرأ لك الجزء الأزرق، وبعدين تنتهي عند الجزء الأحمر. ما هي عارفة البداية وعارفة النهاية، كأنها بالضبط علامة كده للسيكوانسنج ماشين عشان تحدد الستارت والإند بتاع الفراجمنت، تمام. أوقات بيحصل فيه ايرور، فالسيكوانسنج ادابترز بيتقرا جوه الفايل بتاع الجينوم اللي هيطلع لك من السيكوانسنج ماشين. يعني معناها هيبقى فيه كده حته من الدي ان ايه، مش جينومك ده، حته سيكوانسنج ادابتر. فانا المفروض قبل ما ابدا اعمل اناليسز للداتا، المفروض اشيك هل الداتا دي فيها سيكوانسنج ادابترز ولا لا. يعني بعمل خطوه اسمها ادابتر تريمينج. ادابتر تريمينج معناها ايه؟ ان انا بعمل سيرش على الادابتر سيكونس ده، ولو لقيته اشيله. ليه اشيله؟ لان هو جزء، مش جزء من الجينوم بتاعي، ده هو اتحط اصلا للسيكوانسنج ماشين عشان تعلم البدايه وتعلم النهايه. ستيل السيكوانسنج ماشين فيها مشاكل، يعني ما حدش يقول لي ان السيكوانسنج ماشين اساسا بيرفكت. السيكوانسنج ماشين ممكن تقرا الادابتر باي ايرور. السيكوانسنج ماشين على فكره ممكن تقرا حرف غلط. يعني انت الجينوم بتاعك مثلا وليكن سي في المكان رقم 3 في ايه، ممكن السيكوانسنج ماشين تطلع لك بدل الاي سي. فانت لو عملت اناليسز على داتا اصلا فيها ايرور، فانت بعد كده ممكن بعد الشر تشخص ناس غلط، تعمل، ما هي اناليسز مبنيه على داتا غلط، فاي بعد كده حاجه هتعملها على الداتا الغلط هتكون غلط. طيب تتخيلوا ان انا المفروض لو انا عندي داتا طالعه من السيكوانسنج ماشين، المفروض ان انا اعمل عليها ايه في الاول؟ حضرتك كل تعمل السيكوانسنج تريننج، بعد كده ممكن نشيلها. ده للادابترز بس، اللي انا اقصده ان احنا ممكن في الاول يا احمد ان احنا قبل ما نعمل اناليسز على الداتا ادور او اتاكد من الاكيوريسي بتاعها، يعني اشيك اذا كان فيها ايرور ولا لا، وفي نفس الوقت لو فيها ايرور احاول اعمل كوركشن للايرور، صح؟ ايوه مظبوط. ده اتجاه من شغل البايو انفورماتيشن، ده اتجاه جدا، يعني في تراك كده اسمه ايرور كوركشن تولز وايرور ديتكشن تولز. ايرور كوركشن وايرور ديتكشن. ايرور ديتكشن ان انا بديتكت الايرور، طب الاحسن كمان ان انا اعمل كوركشن للايرور. وفي تولز جاهزه وفي ريسيرش فيلد جاهزه ان انت تشتغل على الاتجاه ده. طب سؤال بقى، ايه المشكله في الاستيب رقم 3 اللي انا شاوره له في السهم هنا، الجزء الازرق ده والجزء الأزرق ده، إيه المشكلة هنا؟ في مشكلة في الأكيوريسي بتاعته. ليه؟
عشان كده ما جاش ليه سيكونسنج ادابتر. لا ما هي انا هقول لك اهو، هي مش هنقولش مشكله في الاكيورسي بتاعه انا، بس انت لقطت اللي انا عاوز اوصله. المشكله هنا ان ما فيش في سيكونسنج ادابتر ارتبطت بالايه، بالحتتين دول، صح؟ ايوه. يبقى معنى كده ان السيكونسنج ماشين مش هتقدر تقراهم، صح؟ صح. ومعنى انها مش هتقدر تقراهم يعني انت هيطلع لك فايل فيه ميسنج، يعني فيه حته من الجينوم ما اتقراتش، فانت فعليا برضو هتعمل اناليسز على داتا ميسنج، داتا انكمبليت. تمام. يبقى اللي انا عاوز اوصل له بس ان حته السيكونسنج ماشين ممكن تطلع لي الداتا فيها ايرور، ممكن تطلع لي الداتا فيها ميسنج، وبناء عليه انا از بايو انفورماتيشن قبل ما ابدا اعمل اي اناليسز، قبل ما ابدا اعمل اي تشخيص، مش تشخيص بقى، اناليسز على الجينوم عشان احدد مثلا الفاريشن، احدد مثلا بايو ماركرز معينه، لازم اتاكد ان الداتا والكواليتي بتاعها اكيوريت عشان ابدا اشتغل عليه. تمام. بعد ما خلصنا الخطوه بتاعه السيكونسنج ادابترز، هو عاوز يقول لك هنا برضو ان الادابتر سيكونس هدفها انها تعلم الفراجمنتس للماشين، فبالتالي تقرا الستار، يعني تقرا بدايه ونهايه، وبالتالي الفراجمنتس دي الماشين تقدر تعمل لها ريكوجنيشن. تاني حاجه كمان، لو الماشين عاوزه تعمل سيكونسنج لاكتر من سامبل، يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل سيكونسنج العينه بس واحده، ده انا هعمل سيكونسنج لاكتر من عينه، فبيقول لك كل عينه هيبقى ليها الادابتر الخاصه بيها، فبالتالي هيبقى عندي مثلا لو عندي عينتين يبقى كل عينه هيبقى ليها ادابترز خاصه بيها، فبالتالي مش هيحصل ايه، مش هيحصل زي ما نقول تداخل، وبالتالي كل داتا هتكون لوحدها. الخطوه رقم 4 هو ده الشرح كله اللي انا شرحته لكم، المشاكل والايرور. الخطوه رقم 4، اغلب السيكونسنج ماشين اللي موجوده دلوقتي محتاجه كميه كبيره من الدي ان ايه تكون موجوده في اللايبراري بريبريشن، بمعنى ادق محتاجه كميه او سفيشنت دي ان ايه سامبل عشان تقدر تقراه، فانا فعليا مش هصفي دم حضرتك عشان اطلع دي ان ايه كميه اكبر، ولا مثلا مش هعمل مثلا مش هحاول ان انا مثلا اعمل ايه، يعني احاول ان انا اقطر السامبل، لا هي الفكره اللي انا هو قال لك ايه، قال لك انا هبدا بسامبل عاديه وانا هعمل لها في المعمل امبليفيكيشن. امبليفيكيشن يعني ايه؟ فصل مركزي، لو جهاز الفصل المركزي البي سي ار. البي سي ار، برافو. اللي انا عاوز اوصل له ان انا هدف البي سي ار ان هو يعمل انريشمنت. يعني ايه كلمه انريشمنت؟ ان هو يحاول ان هو يكتر الدي ان ايه اللي موجود في اللايبراري، وبالتالي السيكونسنج ماشين يكون عندها عينه كافيه او لايبراري كافيه تقدر تعمل سيكونسنج للجينوم بتاعه. فستيل خطوه البي سي ار امبليفيكيشن برضو على فكره ممكن بتحصل فيها مشاكل، وممكن بعد كده كمان المفروض في حاجه اسمها ارتيفاكتس فيها في مشاكل بتكون ناتجه في السيكونسنج داتا برضو ناتجه عن البي سي ار امبليفيكيشن، فانا برضو از بايو انفورماتيشن لازم اكون حاطط في بالي ان ممكن يكون في مشاكل ناتجه في عمليه السيكونسنج لايبراري اصلا، وبالتالي انا از بايو انفورماتيشن محتاج ان انا اعمل حاجه اسمها كليننج للداتا قبل ما ابدا اشتغل عليه. بعد ما بعمل خطوه البي سي ار امبليفيكيشن المفروض ان انا بعمل حاجه اسمها كواليتي كنترول. ايه هو الكواليتي كنترول؟ على فكره حطوا في بالكم ان الكواليتي كنترول هنا هيتم على الدي ان ايه لايبراري كونستراكشن، يعني من الاخر بعمل بتاكد من الكواليتي بتاع الدي ان ايه لايبراري، بتاكد ان فعلا عندي سفيشنت دي ان ايه عشان السيكونسنج ماشين تقراها، متاكد كمان ان كل حاجه تمام، متاكد كمان ان الريد لينس مظبوطه، متاكد من كل السامبل، من كل العينه، من كل الكيميكالز اللي موجوده. هوريكم فيديو، انا عارفه ان انا بشرح شويه نظري هنا بس هوريكم فيديو هيوصل لكم الفكره. يبقى هنا خطوه الكواليتي كنترول على اللايبراري بريبريشن، في خطوه كواليتي كنترول على الريدز اللي طالعه في الفايل.
يعني في نوعين من الكواليتي كنترول هنا على الكيميكالز او على السامبلز او على الدي ان ايه على المركب. بعد كده هيكون في خطوه تانية اسمها كواليتي كنترول على الداتا بقى، على الفايلز اللي موجوده عندي. تمام، انا بس هنا الناس معايا ولا تاهت؟ حد عنده سؤال كده؟ تمام كده، تمام ماشي. طيب نيجي بقى، احنا كده خلصنا سامبل بريبريشن، المفروض دلوقتي هنعمل دي ان ايه سيكوانسنج او ار ان ايه سيكوانسنج. المهم ان احنا هنحط اللايبراري داتا بتاعتنا او الكيميكالز بتاعتنا في سيكوانسنج ماشين. ايه معنى سيكوانسنج؟ هي عمليه معناها ان انا بحدد الحروف بتاع الدي ان ايه اللي موجوده في الجينوم بتاعي. ده لو انا مثلا بعمل جينوم سيكوانسنج. لو انا بعمل اكسوم سيكوانسنج يبقى انا بحدد الكودنج ريجون اللي موجوده في الجينوم بتاعي. ستيل هناخد الفرق بين في ثلاث انواع من السيكوانسنج، بس معنى كلمه سيكوانسنج يعني انا لما قلت لك ان انت 3.5 بليون حرف اكتب لي ال 3.5 بليون حرف دول. طيب تاني حاجه، السيكوانسنج ماشين اللي هو الجهاز اللي بيعمل سيكوانسنج اصلا هو تطور على 3 جينريشن، تطور على 3 جينريشن، تطور على 3 جينريشن. الجينريشن الاولاني سميناه سينجر سيكوانسنج، الجينريشن الثاني سميناه نيكست جينريشن سيكوانسنج، الجينيريشن الثالث سميناه ثيرد جينيريشن سيكوانسنج. الفرق ما بين كل جينيريشن والتاني، اول حاجه بيقرا حته طولها قد ايه، تاني حاجه الحتت اللي طالعه منه الاكيوريسي بتاعها قد ايه، يعني نسبه الخطا كام، تالت حاجه محتاج وقت قد ايه عشان يقرا، رابع حاجه محتاج فلوس قد ايه عشان يقرا. السينجر سيكوانسنج اول ما اتعملت خالص ماشي، كان اول جينوم لما انا عوزت اعمل سيكوانسنج للهيومن جينوم بالسينجر سيكوانسنج اول ما ظهرت السيكوانسنج ماشين دي خدت 13 سنة واتكلفت بملايين الدولارات عشان تطلع لي الهيومن جينوم از فيرست درافت، وكمان كان ناقص، بس ستيل في نسبة اكيوريسي كانت عالية وما زال لحد النهاردة اعلى نسبة اكيوريسي موجودة هي السينجر. طبعا هي السينجر دلوقتي طبعا هي موجوده، انا هقول لي هي ليه موجوده، هي موجوده في المراكز الكبيره عشان اوريدي هي ماشينز تكلفتها عاليه، وفي نفس الوقت كمان غالبا لما بيبقى عندي ماشينز ما بحاولش ان انا ايه ارميها، فانا بحاول ان انا ايه ان انا يعني اعيد استخدامها واستفيد منها. بس هل هي موجوده بكثره؟ لا خالص، هتلاقوها موجوده في الريسيرش سنترز الكبيره واللي ستيل اصلا هي موجوده فيها. ليه بقى سينجر ما عادتش يتم استخدامها رغم ان الاكيوريسي بتاعها عاليه جدا وتعتبر اعلى نسبه اكيوريسي لحد دلوقتي، يعني تطلع لك داتا بيرفكت؟ لان السيكوانسنج رياكشنز يعني الكيميكالز رياكشنز اللي انا محتاجاها عشان اعمل بيها سيكوانسنج مكلفه، وفي نفس الوقت على فكره الهيومن جينوم خد 13 سنه، اكيد السينجر سيكوانسنج دلوقتي مش هتاخد 13 سنه، بس ستيل الوقت اللي انت بتعمل فيه سيكوانسنج بياخد وقت ممكن يوصل للشهور. فانا ليه اعمل كده؟ النيكست جينيريشن سيكوانسنج او اسمها السكند جينيريشن سيكوانسنج قللت لي التكلفه، تمام، زودت لي سرعه السيكوانسنج لان حصل فيها حاجه اسمها بارلل سيكوانسنج، تمام، حته الباراليزيشن كده وان انا اعمل مالتيبل سيكوانسنج في وقت واحد ده بيسهل السرعه او سوري بيزود الوقت.
مش بيزود الوقت، اقصد بيسرع الوقت تمام، وستيل فيها ايرور. هي بالمقارنه للسينجر، السينجر احسن اعلى اكيوريسي، بس ستيل النكست جينيريشن فيها ايرور. ظهر الثيرد جينيريشن، الثيرد جينيريشن ممكن يكون قلل لي الكوست اقل شويه، ممكن يكون زود لي عمليه السيكوانسنج اسرع من الثلاثه، من الاثنين اللي فاتوا. السيكوانسنج ماشين صغرت وبقت زي اليو اس بي تمام، وفي نفس الوقت كمان ستيل نسبه الايرور اعلى، نسبه الايرور اعلى. امال ليه الثيرد جينيريشن ظهرت؟ بيقول لك لان النيكست جينيريشن بتقرا لي حته من 100 ل 300، لكن الثيرد جينيريشن ممكن توصل ل 100,000 حته تمام. انا بس عاوز اوصل لكم حاجه انا نسيت اقولها لكم. لو رجعت للبرزنتيشن دي، مش انا اتفقت معاكم ان السيكوانسنج ماشين بتطلع لي الجينوم حتت؟ طب انا قبل ما ابدا اعمل قبل ما ابدا اعمل اناليسيس، مش انا المفروض ان انا اعمل حاجه اسمها جينوم اسمبلي؟ يعني ايه جينوم اسمبلي؟ يعني معناها ان انا هاخد الحتت دي وارجع اكون الجينوم الاصلي بتاعي. يعني الحتت دي هي حتت من الجينوم اللي كله على بعضه 3.5 بليون حرف لو هو هيومن. المفروض ان في اتجاه في البايو انفورماتكس قبل ما ابدا اعمل اناليسز اعمل حاجه اسمها جينوم اسمبلي. ايه معنى الجينوم اسمبلي؟ ان انا اخد الحتت دي وارجع اكون الجينوم الاصلي. فعشان كده بيسميها زي البازل، عندك لعبه البازل اللي بتبقى فيها الحتت اللي هي المفروض حتت وانت بترجع تكون الصوره الاصليه. فعشان كده بيقول لك الجينوم اسمبلي از جكسو بازل، عشان معناها ان الحتت دي اللي هي الريدز برجع اجمعها مع بعضها عشان اطلع الجينوم الاصلي كله اللي هو 3.5 بليون حرف حته مره واحده. بصوا للصوره دي كده تمام، ده شكل السينجر ماشين تمام. السينجر اتفقت معاكم ان هو الفيرست جينيريشن، كان الريد ممكن توصل ل 1000 كاركتر او 1000 حرف تمام. السكند جينيريشن الشركه الدوميننت، الشركه الام بتاع السكند جينيريشن الاليومينا، الاليومينا ليها هيد كوارترز، ليها اعتقد انه في كاليفورنيا تمام، سان دييغو اعتقد. المفروض ان هي ليها شركه كبيره جدا، وطبعا اعتقد ان ممكن يكون ليها فروع تانية. الشركه دي كل هدفها انها تطور في السيكوانسنج ماشين. ميزه اليومينا انها كل شويه عماله تطلع لك جهاز شكل، جهاز سعره قليل ينفع للمعمل، جهاز سعره أكبر شوية ينفع للمستشفى، جهاز سعره أغلى وأغلى ينفع للداتا سنترز الكبيرة أو للمستشفيات الكبيرة أو لأماكن الريسيرش الكبيرة. فدايماً عاملة زي جوجل كده، كل شوية تطلع لك حاجة جديدة، كل شوية تطلع لك حاجة جديدة تمام. اليومنا شوفوا عاملة أكتر من ماشين، هاي سيك، ماي سيك، نوفا سيك تمام. الثيرد جينيريشن الاكسفورد نانو بور تكنولوجي والباك بايو. يعني من الاخر لو جيت بصيت لحضرتك، لو سمعت عن السينجر يبقى معنى كده انت شغال على الفيرست جينيريشن، لو انت شغال او لو سمعت عن الاليومينا يبقى انت شغال في السكند جينيريشن. في ناس ممكن تدخل الباك بايو في السكند جينيريشن، وفي ناس تقول لك لا، الباك بايو والاكسفورد نانو بور في الثيرد جينيريشن. من الآخر في 2020 الدوميننت الشركات الدوميننت اللي موجودة في سوق السيكوانسنج التلاتة اللي بينافسوا بعض، الاليومينا والباك بايو والإكسفورد نانو بور، دول التلاتة. الاليومينا الريد لينث بتاعها من 100 ل 300، من 100 ل 300 بيز بير، من 100 ل 300 حرف. الباك بايو من 10,000 ل 100,000 حرف.
تمام؟ الاكسفورد نانو بور ممكن توصل لمليون حرف، تمام؟ يبقى الفرق بين التلاتة الريد لينث اهو. تاني حاجة الايرور ريت، الاليومنا 1/10%، يعني اكسبكتد ان كل 1000 حرف تلاقي 1 ايرور، يعني كل 1000 تلاقي 1 كاركتر في ايرور. الباك بايو من 5 ل 15% ايرور ريت، والاكسفورد نانو بور من 5 ل 20% ايرور ريت. يبقى معنى كده في المقابل ممكن استخدم انهي واحده من الثلاثه تتوقعوا؟ لو انا واحد بدور على الاكيوريسي يبقى انا اكيد هستخدم الايرور ريت الاقل. لو انا واحد عاوز اعمل جينوم اسمبلي يبقى انا ممكن استخدم الريد لينث الاكبر، لان انا كل ما جمعت حتت طولها مليون احسن من اني اجمع حتت طولها 300، عمليه التجميع اسهل. من الاخر تخيل ان انت عندك الجيكسو بازل او اللعبه بتاعه التركيب بتاعه الصور دي، لو انت عندك القطع اكبر فالصوره هتكون اوضح، لكن لو انت عندك القطع صغرت قوي فانت من الاخر مش هيكون عندك ديتيلز، فانت هتقعد تقول اه ده المكان هنا ينفع ده المكان هنا، تقعد تجرب ترايل اند تيست يعني. فعلى حسب انت، على حسب انت ايه المشكله اللي انت عاوز تعملها، او ايه السؤال، او ايه الريسيرش كويستشن اللي انت عاوز تشتغل عليه. وفي ناس بتعمل لك هايبريد اليومنا مع باك بايو، تشتغل على الاثنين مع بعض. طيب شوفوا حاجة هنا اسمها ايه؟ ثروبوت. ايه معنى ثروبوت؟ الثروبوت هي معناها كمية الداتا اللي طالعة من الماشين في المرة الواحدة. معلومة لحضراتكم ان الماشين لما انا اتفقت معاك بتقرأ الجينوم حتت، الحتة الواحدة هي بتطلعها لك اكتر من مره، يعني الحته الواحده ما بتتقراش مره واحده، لا الحته الواحده بتتقرا اكتر من مره، وده بسميه حاجه اسمها الجينوم كفرج او الكفرج. لو الجينوم كفرج او الكفرج 10x 10x، يبقى معنى كده الحته الواحده اتقرات 10 مرات، كل بيز اتقرا 10 مرات. لو الجينوم كفرج 20x يبقى الحتة الواحدة اتقرأت 20 مرة. لو الجينوم 45x يبقى الحتة اتقرأت 45 مرة. يبقى أنا كل ما زودت الكفرج كل ما زودت كمية الداتا أو الثروبوت اللي طالعة من الماشين. ومين اللي بيحدد الكفرج ده؟ أنت as a researcher. طب أنا بحتاج الكفرج في إيه؟ تخيل انت عندك حتة جينوم، حتة من الجينوم 9، الحتة الواحدة اتقرأت 10 مرات، تمام؟ واحدة من العشر مرات دول في سي في المكان رقم 2، وبقية 9 في جي في المكان رقم 2، يبقى أنه الصح السي ولا الجي؟ شباب الجي ليه؟ عشان هو قارئ لي 9 مرات اللي هو جي، لأنه اعتمد على حاجة اسمها برافو الأباندنس، اللي هو اعتمد على حاجة اسمها التكرار. هو عاوز يقول ايه؟ مش احنا بنقول التكرار بيعلم الشطار؟ فانا كل انا عندي 10 مرات اتكررت الحاجه، 9 منهم اتقالوا ان هي جي، وواحده منهم اتقال ان هو سي، فقال لك اكيد التسعة هم اللي صح والسي دي ايرور من الماشين. فالفكره ان انا بستخدم التكرارات بتاع الحتت كمان عشان اعمل حاجه اسمها ايرور ديتكشن وايرور كوركشن. طيب الباشمهندسة اللي ردت عليا،
معلش ممكن تفتحي المايك تكلميني تاني؟ ايوه اسم حضرتك ايه؟ أميرة. نعم أميرة. أميرة أميرة. بصي حضرتك يا أميرة، احنا اتفقنا ان هم 10 اتكرروا صح؟ أيوة. واحده منهم سي والباقي جي صح؟ يبقى انا دلوقتي اعتمدت على التكرار عشان احدد مكان الايرور اللي هو سي صح؟ اه. طب انا هعمل كوركشن للسي اخليها ايه؟ خليها جي. برافو برافو يا امير، هخليها جي. ليه بقى؟ لان كل اللي عملته ان انا اعتمدت على التكرارات عشان ااكد المعلومه. طيب الاليومينا، الاليومينا عامله زي ما اتفقت معاكم انواع ماشينز، من الاخر كده زي مثلا ديل الشركه عامله ديل انسبايرون مش عارفه رقم فاميلي معينه او ديل كذا، يعني انواع، انواع الانستريومنت اللي طالعه من الاليومينا، ميني سيك، نيكست سيك، ماي سيك، هاي سيك، نوفا سيك. انا ليه بقول كده؟ عشان حضرتك لما ينطلب منك تمام انك مثلا لو هتشتغل في شركه بعد كده والمفروض الشركه دي معتمده، هتقول لك ان انا عندي ميني سيك سيكونسنج انستريومنت، فانت حضرتك هتكون فاهم ان الميني سيك دي تبع الاليومينا، يبقى معنى كده حضرتك تكون فاهم انت هتبقى شغال على انهي داتا طالعه من انهي ماشين. لو انا شغاله باك بايو، الباك بايو عندها ماشين اسمها سكويل ودي اللي موجوده في السوق، وكان عندها وفي ماشين تانية اسمها ار اس اي اي، الاكسفورد نانو بور، الاكسفورد نانو بور عندها الميناين، الميناين تمام، دي اليو اس بي سيكونسنج ماشين، عندها بروثوميان جريدنيان النطق شويه سميديان كده، دي انواع الماشين اللي طالعه من الاكسفورد نانو بور. السلايز دي من اليومينا بيقول لك الاي سيك شكلها اهو، الميني سيك شكلها اهو، الماي سيك شكلها اهو. الميني سيك اعتقد اللي هي بنش، اللي هي جهاز يتحط على البنش كده، والماي سيك والنكست سيك والهاي سيك والهاي سيك اكس والنوفا سيك. الاوت بوت بالرن يعني عاوز يقول لك في المره الواحده ممكن يطلع لك داتا حجمها قد ايه. في الاي سيك 1.2 جيجا بيز، بصوا كده الهاي سيك 1.5 تيرا بيزز. طب تتخيلوا انا محتاجه اعرف الاوت بوت بالرن ليه؟ تتوقعوا لما انا اكون عارفه ان ماشين هتطلع لي في الرن الواحد داتا حجمها بالتيرا، يبقى المفروض انا محتاجه الحجم ده. اول حاجه هيكون عندي علم يعني اول حاجه هيكون عندي المفروض ان انا اكون ريسيرفد سبيس للحاجه دي. ما انا اتفقت معاكم من المره اللي فاتت ان شغل البايو انفورماتكس يبقى محتاج كومبيوتيشنال ريسورسز، والكومبيوتيشنال ريسورسز دي محتاجه اجهزه بامكانيات عاليه، هارد ديسك سبيس. هارد ديسك مثلا انا لو انا الداتا دي هشتغل عليها فالمفروض اجهز لها مساحه على الهارد ديسك بالشكل ده، لان انا فعليا 1 تيرا وانا الهارد بتاعي 500 جيجا مثلا مش هياخد الداتا اصلا. تمام. وحط في بالك كل ما زودت الداتا كل ما زودت الفلوس، كل ما زودت الكفرج كل ما زودت الفلوس. شوف الانستريومنت برايس كده، عندك الاي سيك 19.9 دولار، طبعا 19000 هنا 49000 سوري، وهنا 99000 دولار، هنا 275000 دولار، وهنا 900000 دولار. يعني حطوا في بالكم، شوفوا الايه، شوفوا السعر، حاجه زي نوفا سيك كده شوفوا سعرها وصل لكام، 985000 دولار. تمام. فاللي انا عاوز اوصل له برضو ان السيكونسنج ماشين غاليه فعليا، السيكونسنج ماشين مش هتكون يعني موجوده في اماكن كتيره. يعني مثلا في الجامعه اللي انا كنت فيها في امريكا بيبقى في حاجه اسمها سيكونسنج سنتر، سيكونسنج سنتر. السيكونسنج سنتر ده بيبقى فيه سيكونسنج ماشين بيخدم على الجامعه كلها،
طبعا لما نخش في حته البيرسوناليزد ميديسن هيكون في كل مستشفى فيها سيكونسنج ماشين. لو انا عندي لابات ومعامل خاصه واللابات والمعامل دي بتعمل اصلا سيكونسنج، فالمفروض ان انا يكون عندي برضو سيكونسنج ماشين. لو انا واحد عاوز افتح معمل فالمفروض اشوف انا البادجت بتاعي كام وهشتري سيكونسنج ماشين بقد ايه يعني. تمام. معلش انا كل شويه بتخيل عشان في ناس ما عرفتش تدخل النهارده فبتقول لي سجلي. معلش. بيقول لك السيكونسنج ماشين از فن ليه؟ عشان دخلت التاريخ من اوسع ابوابه ان احنا قدرنا نعمل سيكونسنج في الفضاء، طالما السيكونسنج ماشين قلت وبقت زي اليو اس بي. قبل ما ارجع للصوره دي المينيم او المينايل. المينايل اللي هو الجهاز بتاع السيكونسنج اللي عاملاه الاكسفورد نانو بور. تمام. المينايل لو تلاحظوا ان هو يو اس بي بتتفتح بحط فيها الدي ان ايه اللي انا عملت له بريبريشن ولايبراري بريبريشن وهحطه فيها واقفلها واوصلها بالجهاز، فبقت عندي السيكونسنج ماشين يو اس بي. وحطوا في بالكم ان كل سيكونسنج ماشين ليها لايبراري بروتوكول خاص بيها. ليها لايبراري بروتوكول خاص بيها يعني ليها طريقه في عمليه الدي ان ايه لايبراري بريبريشن، عشان كل ماشينز ليها كيميكال رياكشنز وليها ادابترز تقدر تفهمها هي بس. غالبا بيقول لك الثيرد جينيريشن اللي هو الاكس فورد نانو بور والباك بايو لغت خطوه البي سي ار امبليفيكيشن، فما عادش عندي حته ان انا اقدر او مش ان انا اقدر ان انا اعمل امبليفيكيشن للدي ان اي. لا، هاخد العينه زي ما هي واعمل لها سيكونسنج على طول من غير خطوه الامبليفيكيشن. تمام. نرجع للصوره دي. في سنه 2016 شهر 8 كيتي روبنز دخلت التاريخ من اوسع ابوابه لانها عملت سيكونسنج لدي ان ايه في الفضاء في محطه الفضاء الدوليه. طبعا ده يتيح بعد كده هيفتح لنا مجال، هي على فكره هتعمل ميشن ثانيه يعني هتروح الفضاء ثاني وتشتغل على وتشتغل في الاتجاه ده. ان هي الهدف كله ان انا لما بعمل سيكونسنج للجينوم لاي جينوم في الفضاء انا عاوز اعرف هل السيكونسنج في ظل انعدام الجاذبيه او هل الجينوم في ظل انعدام الجاذبيه زيه زي السيكونسنج على سطح الارض في ظل وجود الجاذبيه. في نفس الوقت لما انا كنت باخد عينات من الفضاء مثلا من سطح القمر ولا المريخ ولا كده، كان رائد الفضاء بيستنى شهور على ما يوصل للارض عشان يعمل لها سيكونسنج. فساعات العينه ممكن تكون دامجد يعني ايه حصل فيها مشكله. هناخد بعد شويه لما هوريكم الفيديوهات بيقول لك اتاكد ان الدي ان ايه العينه كويسه، يعني العينه ما حصلهاش زي ما نقول كده باظت، وفي نفس الوقت كمان اتاكد ان ما حصلهاش كونتامينيشن. كونتامينيشن يعني العينه اتلوثت باي حاجه ثانيه. فدلوقتي انا ما عدتش مستني اخد العينه من الفضاء وانزل للارض عشان اعمل لها سيكونسنج، لا انا هاخد العينه واعمل لها سيكونسنج اون ريال تايم في نفس الوقت اللي خدتها فيه. بعد كده برضو في الاتجاه الجديد انا هعمل سيكونسنج اون ذا فلاي واناليسيز اون ذا فلاي، بمعنى ان انا كنت باخد العينه وبعمل لها سيكونسنج وبعدين بدي البايو انفورماتيشن الداتا والبايو انفورماتيشن يعمل لها ايه اناليسيس، او بمعنى ادق ان انا باخد الداتا وبعدين اعمل لها اناليسيس. دلوقتي الاتجاه كمان ان وانا بعمل سيكونسنج الحته اللي عامل لها يعني بصوا انا بستنى لما السيكونسنج يخلص كله وبعدين اعمل اناليسيس. دلوقتي لا، انا هعمل سيكونسنج على طول، هعمل سيكونسنج والحته اللي يعمل لها سيكونسنج اعمل لها اناليسيس، هعمل سيكونسنج والحته اللي يعمل لها سيكونسنج هعمل لها اناليسيس، هعمل سيكونسنج والحته اللي يعمل لها سيكونسنج هعمل لها اناليسيس. فانا هنا مش مضطر اعمل ستورج، مش مضطر ان انا اخزن، ف
فبقت سيكونسنج اون ذا فلاي واناليسز اون ذا فلاي، ده اتجاه برضو في شغل البايو انفورماتيك.